السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لجميع الأصدقاء في جميع البلدان، نسأل الله يا رب تكونوا في خير وفي نعمة، الله يبارك في الجميع. الطريقة الصحيحة إزاي نحافظ على الخلايا الضعيفة أو الخلايا اللي بتحتوي على كثافة نحلية 3 براويز 4 براويز، ونعبر منها خلال فصل الصيف اللي احنا متواجدين فيه حاليا. نقدر نقول تقريبا داخلين على منتصف فصل الصيف، اليوم تاريخ 21 من الشهر السادس لسنة 2025. أتمنى أن الأصدقاء يركزوا في الحديث، والأول مرة يتابع معنا يشترك معنا في القناة لعل يكون متابع باستمرار. أول حاجة الله يبارك في الجميع، أنا وضعت صورة للجميع في الفيديو، معظمكم أكيد بيشاهد الصورة دي. نقدر نقول الصورة ديت عبارة عن خلية، الحجم بتاع الخلية ربما يكون 4 براويز 5 براويز، تمام. دي احنا كنحالين لابد تكون متواجدة في المناحل بتاعتنا، هنحتاجها في وقتين، نقدر نقول اكتر وقتين هنحتاجها فيهم هي خلال الصيف وخلال الشتاء، لان ربما يكون معاملات النحال مع الخلايا الضعيفة خلال الصيف هي نفس الموضوع في الشتاء، مع اختلاف نقدر نقول ان النحال مثلا بيكون مثلا في الشتاء اصعب شوية، تمام. طيب ازاي ابتدي الله يبارك في الجميع؟ اولا لو عندي نقدر نقول خلية 10 براويز، انا اتكلم على حجم الصندوق 10 براويز، وجوه الصندوق دوت متواجد 3 براويز فقط. التلات براويز من الكثافة النحلية صعب يقوم بالتكيف وتظبيط درجات الحرارة وتعديل الدرجات بتاعة الحرارة، تمام، داخل الخلية أو داخل الصندوق العشر براويز، لأن واسع جدا على النحل، تمام. فبالتالي لما أنا أنقل التلات براويز إلى نقدر نقول نوية، هي دي بيطلق عليها في بعض البلدان نوية، وبعض البلدان بيطلقوا عليها خلايا نقدر نقول صغيرة الحجم، تمام. فلما احطها في الخلية اللي احنا شايفينها قدامنا في الصورة دي، اللي هي المعدل بتاعها ربما يكون 4 براويز 5 براويز، طبعا دي سهل جدا ان النحال يتحكم في اعداد البراويز عن طريق المنجرة او ورشة النجارة اللي هتقوم بتصنيع الخلايا ديت، اقدر اتحكم اقول له اعمل لي خلية 4 براويز، اعمل لي 5 براويز، موضوع مش صعب. بالتالي لما انقل الثلاث براويز احطهم نقدر نقول في واحده مكون في الصندوق مكون من 4 براويز، الساعه بتاعته، تمام، انت كده ساعدت النحل نقدر نقول بنسبه 60%. نفس الامر لو عندنا نقدر نقول 4 براويز من النحل ونقلتهم في نويه او نقلتهم في صندوق الساعه بتاعته 5 براويز، برضه هيكون النحل نقدر نقول متكيف داخل الصندوق اللي انت نقلته الجديد، تمام. طيب سؤال مهم، الصندوق اللي هو الساعة العشر براويز اللي معظمنا بيشتغل بيه، تمام، اقدر اخلي فيه عدد براويز قد ايه؟ اقدر اخلي فيه من 6 براويز الى اعلى من ذلك، يعني 6 براويز نقدر نقول معدية مرحلة الخطر. ليه 6 براويز؟ لما يكون فيه 2 حضنة او 3 حضنة، وبعد خروج الحضنة دي توصل معايا 7 و8 و9، انما المشكله لما يكون 3 براويز بس، لان 3 براويز دي ما تنساش ان في نحل بيخدم داخل الصندوق، في نحل بيخرج يجيب ميه، بيجيب حبوب لقاح، بيجيب امور كتير جدا، تمام، نحل بيخدم على الحضنه، والمشكله ان الصندوق الساعه بتاعته كبيره جدا، الجزء الفارغ داخل الصندوق اكبر من الجزء اللي النحل بيشغله. اتمنى يكون الاصدقاء وصل لهم الجزئيه دي، انا اتكلم من واقع تجربه، تمام. واكتر حاجه في فصل الشتاء، يعني في فصل الشتاء اكتر شيء اللهم لك الحمد كان ساعات يكون عندي خلايا تقسيمات حديثه من الخريف ومن ثم احطها في الخلايا ديت بعد دخول فصل الشتاء تعبر معايا للانطلاقه الربيعيه، تمام. فالامر ده ناجح للي عنده الامكانيات دي، ونقدر نقول للي عنده نقدر نقول مثلا ما شاء الله تبارك الله 3 خلايا مثلا ضعيفة او 4 خلايا ضعيفة وعنده امكانيات ان هو يقدر ينقل البراويز في صناديق الساعة بتاعتها صغيرة،
صدقني هيعبروا معاك بفضل الله سبحانه وتعالى لحد بدايه نقدر نقول فصل الخريف، اعتدال الاجواء، من ثم يقدروا يتقووا عندك. بالخصوص امتى؟ بالخصوص لو الملكه اللي متواجده في الخليه اللي هي الثلاث براويز الضعيفه او الاربع براويز الضعيفه ملكه كويسه او ملكه ممتازه، ملكه نقدر نقول بنت السنه دي، بنت 2025، تمام؟ فبالتالي ان انا اضمها حرام اخسرها. طيب الامر الاخر، لما اجي انقل التلات براويز في الصندوق الصغير اللي احنا تكلمنا عليه اللي هو ظاهر في الصورة قدامنا، ايه احتياجات الخلية الضعيفة دي عشان نقدر نقول تبتدي نقدر نقول اساعدها علشان تتطور او تعدي معايا فترة الصيف اللي احنا موجودين فيها؟ اولا يكون متواجد على الاقل برواز عسل. يعني انا لو نقلت تلات براويز اتاكد ان في برواز واحد منهم على الاقل عسل، لان ده مخزون، تمام؟ واحد اقول له في الصيف، نعم في الصيف، لان انت لو بتقدم مثلا تغذيه، تمام، ممكن الخليه الضعيفه دي تتعرض للسرقه بصوره سريعه جدا. ولو النحله عندك في موسم عسل، الخليه تلات براويز نقدر نقول خروجها وصروح النحل في المرعى وجلب النحل للرحيق على اساس يغذي نفسه مش هيكون عمره ما يكون زي الخلية القوية التسع عشر براويز أو الخلايا العسلات. ليه؟ كثافة النحل السارح في الخلايا الضعيفة، تمام، بيكون قليل، ومن ثم بيتأثر على جلب الرحيق اللي النحل هيتغذى عليه. فمن ثم أنا الله يبارك في الجميع أترك على الأقل زي ما أنا بقول برواز واحد عسل، من ثم البرواز الثاني لو حضنه يبقى كويس أو ممتاز، تمام، والبرواز الثالث لو متواجد فيه مثلا بيض او ما شابه ذلك يكون الامر كويس. انا اتكلم على خليه ثلاث براويز، واحد عنده طب خليه طب ضعيفه اربع براويز، نفس الامر يكون على الاقل فيه برواز واحد من العسل، تمام. لو حب النحال يقدم للخليه الضعيفه دي تغذيه سكريه من اجل المساعده او تقديم دعم، تمام، لا مانع في الامر، بس يكون كميه التغذيه قليله جدا على اساس ما تتخمرش، ويكون التغذية بدون أي إضافات عليها، يعني ولا تحط ليمون ولا تحط شيح ولا تحط أي مادة. ليه؟ لأن هي خلية ضعيفة، والريحة النفاذة هتشجع النحل على السرقة، ولما هتشجع النحل على السرقة ممكن تكون عرضة أن يحدث هجوم عليها، فبالتالي أتلاشى الأمور اللي تؤدي إلى مشاكل. أتمنى يكون الأصدقاء وصل لهم النقطة دي. طبعا الله يبارك في الأصدقاء، لو انا نقلت الامر ده اليوم مثلا بتاريخ 21 من الشهر السادس، او قول مثلا بتاريخ 1 من الشهر السابع، تمام، خلال الثلاث شهور او الشهرين ونص اللي هم لحد ان شاء الله ما نخش فصل الخريف لو كان في العمر بقية، انا اولا حافظت عليها ان هي تنهار من درجات الحرارة بالخصوص. الامر الثاني، لما اجي مع الانطلاقة اللي هتكون في الخريف ومرعى من حبوب اللقاح هتتقدم معايا، صدقني. وخلي بالك الخلايا اللي هي الصغيرة الثلاث اربع براويز او الخمس براويز دي لها سلبية فقط في فصل الربيع. ليه؟ قوة النحل في جلب حبوب اللقاح في الربيع تكون سريعة جدا في التطريد. عاوز اقول لك لو عندك نشاط في حبوب اللقاح قوي جدا في الربيع خلال مثلا شهر واحد او 40 يوم تطرب منك، ولذلك هي ليها سلبيات. ولكن احنا بنتكلم احنا فقط هنستفيد منها في وقت معين في فصل في فصول السنه، مثلا وقت زي الصيف اللي احنا موجودين فيه، او لو جيت على فصل الشتاء وعندي خليه او اتنين ضعيفه اقدر استفيد من الامر ده. اتمنى يكون الاصدقاء وصل لهم الجزئيه ديت. اتمنى ناخذ النصائح اللي انت تكلمت فيها، سواء موضوع الغذاء او توفير برواز من العسل، تمام. تاني حاجة، ما أقومش بالعمل ده إلا لما أكون متأكد إن الملكة اللي متواجدة في الثلاث أربع براويز اللي هي الخلية الضعيفة ملكة كويسة تستاهل إن أنا أقوم نقدر نقول بنقل البراويز من الصندوق اللي هو السعة بتاعته أو حجمه 10 براويز أنقلها في صندوق صغير من أجل المحافظة عليه. طبعا ده لا يغني إن أنا طبعا أكيد هظلل على الخلايا اللي أنا نقلتها دي زي خلايا المنحل، كتظليل نقدر نقول، كاهتمام، كرعاية، كفحص مثلا، تمام. نقطة قبل ما أنهي الفيديو،
الخلية اللي هي نقدر نقول الصندوق الصغير ده لازم يتم إحكام الإغلاق بعناية، بمعنى إن لابد يتم وضع نقدر نقول خيشة، خيش أو قطعة من القماش ما بين الغطاء الخارجي وما بين البراويز. أولا ده بيحميني إن ما فيش أي نحل يتسلل على أساس يحدث هجوم، دي رقم واحد. رقم اتنين، أنا بأكيف الخلية من عدم وصول أي درجات حرارة إلا عن طريق فتحة السروح اللي النحل نفسه هيقوم بإيه؟ بالتعامل معاها بالشكل اللي هو نقدر نقول الصحيح. فتحة السروح اللي هي تكون للخليات الصغيرة دي اللي هي الساعة بتاعتها أو حجمها 4 5 براويز، فتحة السروح نقدر نقول حوالي 2 3 سنتي، مش عاوز أزيد من كده. ليه؟ لأن هي خلية ضعيفة. انما اترك فتحة سروح 5 7 10 سنتي كبير جدا. يبقى انا نقدر نقول بقوم بامر يساعد النحل من اتجاه واتجاه اخر بيضر النحل. اتمنى من اصدقائنا اللي النحل بتاعهم متواجد في اماكن مفتوحة في فصل الصيف وبيصل فيه تيارات هوائية ساخنة ان هو يحاول بقدر الامكان يكون فيه مصدات او اشجار تمنع وصول الهواء الساخن دوت لاتجاه فتحات السروح، لان تأثيره تأثير سيء جدا على الخلايا سواء ضعيفة او قوية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يبارك في نحل الجميع. مشكور كل الاصدقاء اللي بيتابعوا معانا من جميع البلدان العربية، وتحياتي للجميع.